في شيء صار في المكان هذا، أرواحهم ما زالت هنا. سلام، كيف حالكم؟ شلونكم؟ طيبين ومبسوطين؟ جدا متحمس اشارككم اليوم. ما اعرف اذا كانت حتكون سلسله على كذا جزء، بس يعتمد في النهايه على تفاعلكم. لو التحقيق في جرائم ونحاول نوضح لكم اسبابها، خاصه انه في الغالب حتكون ملفات غامضه. فاذا انكم متحمسين، عندكم افكار كمان جميله على لعبه ريد ديد ريدمشن، اكتبوا لي تحت، لانه افكار في راسي ترى مره كثير. ممكن تحصلوا عندكم علامه التصويت للفيديو القادم اللي في الغالب حيكون يوم الخميس الجاي. فقبل لا نبدا، سر اشتراك واللايك والهم من هذا كله طبعا النشر. خلونا نبدأ. أول مكان معانا اليوم اللي هو هذا المكان، أتوقع يمكن بعضكم قد جاء، فاللي حاب يجي بنفسه يقدر يتوجه هنا، خلينا نقول قريب من إمرالد ستيشن أو إمرالد رانش، فأنت حتيجي على هنا. جميل؟ جميل. طيب، اللي حيصير بعد كذا، حتلاحظ البيت هذا، أوكي. إذا ما خاب ظني أتوقع اسمه عثمان هاوس أو حاجة زي كذا. المهم ما علينا، اللي علينا دحين راح نلاحظ فيه دخان، سواء من هنا أو حتى من هنا. وبعد كذا كل اللي عليك إنه ندخل ونشوف إيش اللي ساير جوا بالضبط. خلونا نشوف مع بعض. أوه، ما يمدينا نفك بالصورة. طيب خلينا نكسر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طبعاً يمكن أول مرة تشوفون الشيء هذا قدامكم، يعني في طفل صغير للأسف ميت، واضح إنه كان يلعب. إحنا بنلاحظ هنا برضو كمان في عندنا عجوزة في مكانها ميتة. عندنا هنا الظاهر هذا الأب شكله بالضبط، صحونهم أكلهم من طيحة الأم. واضح يوضح لك كذا نقطة إنه فعلاً في شيء غلط صار من الداخل، ما في شيء من الخارج. أجسامهم لونها مزرقة إلى حد ما، يعني نقدر نقول كأنهم مختنقين. الدخان لاحظوا قد إيش كثير فوق. وهذا شكله هنا الجد، وأتوقع هذا الجد وهذيك الجدة، وهذا حفيدهم، وهذا الوضع بكل بساطة السابق. بشكل عام اللي إحنا قاعدين نشوفه حاليا إنه فعلا حاجة صارت جوا، ما في حد سوى لهم شيء أو قتلهم من برا أو حاجة زي كذا. ما أدري ليش السلم هذا مكسر للأمانة، أنا ما أعرف، يمكن كان يقدر يطلع، ما أدري كيف قاعد يطلع. المهم ما علينا، بس لو نلاحظ إنه الدخان جاي من هذه الجهة، فأتوقع هذا يعني شيء بسيط ويوضح لنا قد إيش إنه الجريمة هذه، أو ما نقدر نقول جريمة لأنها يعني ما أعرف للأمانة إذا كانت جريمة. بس على العموم الدخان اللي كان هنا بدل ما يطلع برا قاعد جوة البيت يطلع الدخان إلى ما أدري إيش حسني كلش، بس المهم مشوها. فالدخان واضح إنه قاعد يطلع بشكل مرة كثير داخل البيت، ماتوا بسبب الاختناق، وأتوقع هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى لونهم مزرق أو أزرق زي ما أنتم شايفين. وراحت العائلة للأسف، يا إنها غلطة يا إنه أحد سحب نفس الدخان هذا والمدخنة هذه على أساس الدخان ما يطلع برا. ما نقدر نحكم ولا على أي شيء، بس نقدر نأكد إنه ممكن يكون حادث أو أكسيدنت يعني من النهاية. فبس الله يسامحنا، قاعدين نجمع أكلهم وأغراضهم ودنيتهم وحوستهم، ف الله يسامحنا. بس والله اكثر شيء حزني صراحه موضوع الولد الصغير هذا، يعني ما ادري ايش ذنبه في الموضوع هذا كله. واضح انه كانت عائله سعيده، شوفوا حتى الجيتار هنا، في كتاب كمان لهم. خلينا نشوف الكتاب هذا، كتيبة او قصه شكلها. اوكي، ميلر ادفانشر وما ادري ايش من ذا الكلام، ما راح يهمنا كثير حاليا. فبس اعطوني رايكم في الجريمه الشنيعه هذه، او في مقتل العائله هذه المسكينه بسبب غلطه ولا ما اعرف. ايه رايكم؟ يلا حتى هذا الباب يلا ينفك. ان شاء الله الدجاج مخلص امين ووفي، قاعدين هنا من اول. المكان الثاني اللي معانا اليوم اللي هو البيت هذا، انا قد جيته قبل كذا، بس قلت خليني اشارككم بمقطع التفاصيل كامله.
طبعا موقع حيكون هنا اللي حاب يجي، وهذه كده صورة كاملة أساس إن تكون الصورة واضحة أكثر. فأنت حتيجي هنا هتلاحظ في علامة إكس أصلا تطلع ورا وفي مسدس. ف أنا ما أدري ليش. طيب هنا في دم، تلاحظ الدم. خلينا نحط منظور أول، وضع صار دقيقة بس خلينا أجيب خلينا نشوف دحين إيش اللي صاير هنا، خاصة أنا جاي في الليل كمان. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، فين كيف الوضع مزري هذا، تقطيع ترى مو طبيعي. أنا ما أدري هذا كم طعن ماكل، شوفوا كيف رجول ومصارين ومدري، تحسها كأنك تقدر تشوفها من ذي الجهة لو تلاحظه. شوف شيء والله العظيم مقرف. ايش ياخذ من هنا؟ يا بالله انت من جدك تاخذ عيش الناس وهم ميتين، تسرق الميتين؟ اساس اني ما سرقت انا. المهم هنا بنلاحظ في بنت، والله رقبتها شوف كيف عضلات يدها خرجت برا. المهم انه يعني انحاسه مظبوط، وفي اشياء هنا اتوقع نقدر ناخذها. اوكي حلو، ما في شيء تقريبا، يعني اغراض انا ما بروح اضيع وقتكم على الاغراض، بس خلونا نشوف الدم الثاني الى فين يوصل. اوكي، ولو تلاحظوا العلامات الرجول كيف كثيره هنا، يعني تحس انه صارت زي المعركه هنا، لاني شايف اكثر من رجول قدام او انا رجولي معاهم. لا ما اعتقد، تحس انه فعلا شوفوا كيف الدنيا محوسة، في طعن صار هنا ودم وحوسة. خلينا نشوف دحين الطعن بدأ حتى من هنا، لاحظ الجدران كيف. خلونا نمشي مع الدم الثاني ونشوف فين وصلنا. حيوصلنا في الغالب على الاكس شكله اللي في الخريطة للبنت هذه. طبعا وف الساطور اللي معاه، شوف الساطور كيف حتى ماله مسكة، يعني شكلها وهي ماسكته يدها تجرحت، وبنلاحظ هنا في معاها مسدس. طيب اللي كيف اقول لكم، خلينا نشوف نلوتها. اوكي لقيتها، في عندنا رسالة اللي راسلها، لو تلاحظوا الاسم الاخير اللي هو كلاود، انا ما راح اقراها طبعا كاملة، بس ملخصها انه كلاود هذا قال للبنت اللي اسمها انيتي او انيت او انيت حاجه زي كذا، انه لا عاد تراسليني، لا عاد تسوين شيء، ترى زوجتي اعطتني فرصه ثانيه، هذا اللي انا فهمته، فوعدتها من ذا الامور. فالظاهر انه الحب او الخيار اللي كان مسويها الزوج مع هذه البنت اللي اسمها انيتي ما انتهى على خير، لانه حبها شكله كان مره مجنون لدرجه قالت خلاص انا اوريك مين اللي بطل، فخشت وسوت الحوسة اللي انتوا شفتوها قدامكم، كان للأسف جريمة القتل البشعة اللي حضرناها. وطبعا آخر شيء واضح انه هي انتحرت، فقتلت الزوج والزوجة وخلص وانتهى الموضوع. لا لا الدين مسدس بالله. خلونا نروح دحين الجريمة اللي بعدها. اوكي شوف الجو كيف قلب، مفروض انه نسمع صوت همس. ايوه سامي، سامي اسمعوا، طيب شوف الجو كيف انعدم، بس الصوت ما يجي إلا هنا، الصوت ما يجي إلا هنا يا جماعة. شفت كيف؟
يا ساتر. To go. في شيء صار في المكان هذا، أرواحهم ما زالت هنا. طيب أنا متأكد الآن أغلبكم بيعرف إيش هرجة الصوت هذا، لأنه ما بقول إنه لغز جديد أو إنه والله حاجة أول مرة تشوفوها، يمكن في بعضكم أكيد عارف الموضوع هذا. وهنا يبدأ دوري إنه ليش الصوت هذا صار أو إيش صار، مين هذول أصلاً الناس وإيش هرجتهم بالضبط. طبعاً هذيك الجثة أنا حررتها، ما أدري إذا إنكم حتشوفوها في المقطع أو لا، بس على العموم كانت معلقة، فحأعطيكم القصة كاملة الآن. بس دقائق، انتوا سمعتوا بنفسكم الاصوات. واحده من الاشياء اللي قالوها في الاصوات، واستعنت في هذه من قناه جي تي سيريس، حتحصلوا رابط قناتهم عندكم في الديسكريبشن، اللي هو اسم احد الشخصيات يوجين هوتن، اللي قصتهم حتشوفونها قدامكم في مسرح. الامانه حاولت قد ما اقدر اني اوصل للمسرحيه هذه، بس مو راضي تزبط معي، كل شيء تطلع لي مسرحيه ثانيه، ولونا كمان مسرحيات برضو كمان غريبه للامانه. زوجين خلينا نقول راحوا غابه، الغابة هذه زي ما تقول هم تعدوا على الغابة على أساس إنه كانوا بعيدين عن الناس، أو ممكن عشان أهلهم أو شيء زي كذا. المهم ما علي أنا في التفاصيل الباقية، اللي همني إنه هجموا عليهم ناس غريبين أو أشباح، خلينا نقول زي ما أنتم شايفين قدامكم في الفيديو. طبعا هذول الأشباح لما هجموا عليهم قالوا لهم إنكم أنتم تعديتوا أخلاقيا على المكان اللي إحنا فيه، وعرضوا قطعوا راس الزوج. طبعا لما قطعوا راس الزوج طاح في يد الزوجة اللي بدورها شالت الراس وراحت لأهل القرية وبلغتهم، وأهل القرية شكوا إنه هي اللي قتلت زوجها ومجنونة، فاضطروا إنهم يحطونها على زي العصاية ويحرقوها حية. وهذا كتحذير في نفس الوقت من حاجتين: الأولى لا تروح الغابة لحالك، الثانية إنه ما يبغون أصلاً أحد يروح الغابة أو يهرب بشكل عام، يعني زي زوجين أو اثنين يحبون بعض أو شيء زي كذا. ما أدري إذا كانت القصة هذه صح أو لا، بس دام إنه في أشباح وفي أرواح فمعناته فعلاً القصة شكلها حقيقية، والدليل إنه أرواحهم ما زالت موجودة في الغابة. طبعاً هذا تفكيرهم هم دائما بيقولوا كده حتى في افلامه. فيعطيكم العافيه على المتابعه. للامانه في اكثر من جريمه لسه موجوده في لعبه ريد ديد ريدمشن، تحتاج لها بس شويه وقت للتصوير، لانه زي ما قلت راح كله مع الهارد ديسك. فاتمنى اشوف رايكم تحت في قسم التعليقات، اقتراحاتكم، تصويتكم في علامه التعجب، او حتى تابعوني في تويتر، في انا حاط تغريده مثبته نجمع فيها كل الاسرار والالغاز، فتقدروا تشاركوني الاماكن اللي ودكم تشوفونها في القناه. فنشوفكم ان شاء الله مقطع جدا قريب، اشتراك واللايك كلها من هذا كله طبعا النشر. مع السلامة.